التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاويشوغلو بنائب وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان أمير خان متقي لبحث الأوضاع الحالية في أفغانستان، لا سيما من الناحية الإنسانية. وجاء اللقاء بين الجانبين على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. ودعا تشاويشوغلو حركة طالبان إلى أن تضمن حقوق النساء والفتيات، وأكد أن العمل مع طالبان ضروري لبناء الاستقرار. وأكد الوزير التركي أن العمل مع طالبان ضروري بناء الاستقرار، وقال إنه يجب علينا الآن أن نواصل دعم الحكومة الحالية لتكون شاملة وتحمي حقوق الجميع ولتوسيع السماح بوصول النساء والفتيات إلى العمل والتعليم. أشار أوغلو إلى أن الأزمة الإنسانية التي تواجهها أفغانستان ستزيد العبء على الدول المجاورة، مؤكدا أنه يجب على منظمة التعاون الإسلامي أن تواصل العمل مع المؤسسات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لدعم النازحين. وأشار الوزير التركي لأن 23 مليون أفغاني على وشك المجاعة، وقال إن مصدر التمويل الذي سينشئه البنك الإسلامي للتنمية ضمن هذا الإطار هو خطوة في الاتجاه الصحيح، متابعا بأنه يجب منع انهيار الاقتصاد، ولكن العقوبات المستمرة تؤثر على النظام المالي بطريقة سيئة للغاية.